ربي مرة زمان شايفين كمية الغبرة كيف؟ صلي على النبي وربي من زمان ما لعبت. غبنا وغاب الإبداع وعدنا نعدل الأوضاع. طرشولة هلا بالعيال أبدأ كلامي في تحية الإسلام. سلام عليكم وعليكم السلام. هلا أسمع رامي وهي معكم عمر خليل سيف الدين زرادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر عبد الرحمن من قناة ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. عزيزي نينجا، عزيزي بوغا، تيفو، مث، كل الشباب دول حقونا فورتنايت اللي يعتبروا الآن أفضل لاعبين في العالم. لا 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 تعتبر نفسك أفضل لاعب في العالم، خصوصا لما يكون الأفضل غايب عن الساحة. يقول لك من فترة واحد طلع اسمه بوغا مدري مذكرني باسم واحد من المطاعم وفاز له بمدري كم مليون دولار في فورتنايت. شو الكلام ده؟ بوغا تعال أنزل لك أمي تكسر راسك. كلة حياة ومسخرة. اليوم يا شباب حنلعب فورتنايت. من زمان آخر مرة لعبت فورتنايت قبل كم شهر، انا ماني عارف نحن في السيزون الكم. صحيح البينا بيت، صحيح الام مضروب، لكن ما يصح الا الصحيح. يلا بينا اوريكم، يلا بينا. لحظه نسيت شيء مره مهم. شكلكم ما انتم شايفين التيشيرت يا اخوان، بالله ايش رايكم؟ داب وحركات تضامنا مع العوده لفورتنايت. عمر ممكن تخش في الجيم بسرعه وتفكنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي الركاب الرحله رقم 500 تتجه الى تلت التاور لتتجارب طلع صح. والله هم شالوا تلت التاور، يقول صارت مدينة بدون بينا مدريج. وصلتني الأخبار يا أخوان. أما تلت التاور ما فيها بينا ليه؟ والله زمان ما لعبت يا أخوان. الله يستر. سيزون جديد ده ولا شو الهرجة يا شباب؟ شكلهم نزلوا سيزون جديد. ما في زر ما ضغطته، مو راضي يسوي ولا شيء. هو يا انه في مشكلة في اللعبة يا انه معلقة. زبد عيال، انا عارف مين اسأل بالضبط. عندي واحد من الشباب خبير الالعاب، رجل المواقف الصعبة، واحد احسن من اللي شغالين في بيك جيمز نفسهم. احمد تعال تعال. ايش الهرجة اللي هنا؟ تعال تعال هنا، تعال قدام الكاميرا تعال. شباب فورتنايت انتهت. شباب فورتنايت انتهت خلاص؟ ايوه حبيبي انا مشتري سكنات. انتهت يا حبيبي، انتهت خلاص؟ تستهبل ولا من جد؟ انتهت. يعطيك العافية احمد. فورتنايت انتهت. لا 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 ايبك جيمز، ايبك ايش بك؟ ايبك نفس الوزن نفس الخرابيط. يعني حبك الدحين الا دحين تقفلوا اللعبه؟ لي شهور ماني قاعد العب، لما جيت برجع قفلوها. خليني اخش انستغرام ايبك جيمز ونشوف اخرتها ومش ايش عندهم. فورتنايت حتى فورتنايت اسود فاسود. ايش الهرجه يا جماعه؟ ثقب اسود. شو الهرجة؟ فيني حقا ابغى اعرف في شيء كل الناس عارفينه الا انا. خلينا نخش تويتر، تويتر اكيد فيه الاجابة عن الاسئلة كلها. فورتنايت ايش المشكلة؟ ايش المشكلة؟ انا الرجة فلوس حق انا الرجة. والله اليوم على الغداء شفت ولد صغير قاعد على السفرة معانا، استغربت سألته مين انت؟ قال انا اخوك بس قفلوا سفارة فورتنايت. والله من جد اليوم لاحظت اخويا كذا قاعد يدور في الصاله ما عنده شيء، استغربت عشان كذا طلع قاعد يدور. سفرات فورتنايت قفل. لحظه هنا في تحريات، في تحريات من احدى الصحف. المزيد عن سر الفجوه السوداء التي ابتلعت فورتنايت ووضعت نهايتها هنا. خلينا نشوف الصحيفة ايش عندها. سر الفجوة السوداء التي ابتلعت فورتنايت ووضعت نهايتها. انتظر عشاق لعبة فورتنايت الموسم العاشر خلال الأسابيع الماضية. 2 hours later. وبعد البحث المكثف من قبل العديد من اللاعبين اكتشف بعضهم صورا مسربة لخريطة اوه يعني هم قال لك فورتنايت وابيك جيمز قاعدين يسووا حركة انهم بينزلوا خريطة جديدة. تلتد وين حتروح؟ اوه خلينا نشوف الصورة المسربة. في بليزنت بارك تلتد ما في. سولتي صارت بدل من هي هناك صارت هنا. ليزي ليك، والله في بعض المدن اللي احنا متعودين عليها بس
نص الخريطة ماني عارف ايش هي. ما اعرف، قد تكون هذه الاخبار صحيحة، قد تكون مجرد كلام جرايد، وهذا فعلا جريدة، بس اقصد يعني اشاعات، يعني كلام خاطئ او اجتهاد من الكاتب، الله اعلم. اكتبوا لي توقعاتكم تحت في الكومنتات، انا بعطيكم تحرياتي المتواضعة، مع اني انا اخر واحد المفروض ما اتحرى لاني قاطع انا لعبة، بس برضو يا جماعة انا اعتقد يعني ما اتوقع انه لعبة بحجم فورتنايت في يوم وليلة كذا تقفل، تقرر تقفل سلام عليكم وتقفل الباب وتمشي. لعبة زي فورتنايت ارباحها ما توقف، سيزونات شغالة، فلوس، مليارات مليارات مليارات، ليش توقف؟ بالعكس هذه المفروض تكمل. انتوا عارفين الفترة الأخيرة نزلت ألعاب جديدة منافسة لفورتنايت، وبدأوا الناس تدريجيا يسيبوا اللعبة، صح لسه أرباحها مستمرة، لكن فورتنايت تبغى تسوي شيء كذا مختلف، تبغى الناس كلها تترقب وتتشوق، ولما تعود كلهم يجربوا ايش التغييرات اللي صارت، تكونوا اشتاقوا للعبة. لو جيت قلت لك الآن عزيزي المتابع وعزيزتي المتابعة، هذه كاسة موية، افترض انه هذه كاسة مليانة بالماء، جيت قلت لك تفضل اشرب، شربت. جيتك بعد 5 دقائق قلت لك اشرب، شربت. جيتك بعد 5 دقائق قلت لك اشرب، شربت، بطنك صارت طيب والله صارت مليانه مويه. شفت بعدها 5 دقائق قلت لك اشرب، اه عمر انا ماني قادر خلاص. تبدا انت ما تبغى مويه، تبغى كي تريح شوي، تبغى تاخذ بريك من المويه. لو قطعت عندك المويه لمده يومين والله لا تجيني تنطنط تقول لي اديني الكاسه ابغى اشرب، يوم وقبل شوي قلت ما تبغاها طفشان. شايفين المبدا هذا، المبدا الاحتكار، مبدا خليك تختنخ، هم قاعدين يعملوه فورتنايت الان، وتذكروا كلامي. اسمعوا مني يا جماعه الخير، فورتنايت راجعه وان شاء الله انها ترجع من جد، عشان تحريات العسل هذه اللي منور قاعد ابربر فيها ما تنقلب تحريات كلب. عزيزي المتابع، عزيزتي المتابعة، لايك 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 لايك، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس اذا ما انتم فاعلين، وترقبوا عودة فورتنايت الاسطورية من اخوكم عمر زرادية. اشوفكم على خير، السلام عليكم. سر الفجوة السوداء التي ابتلعت فورتنايت، صلي على النبي يا ابويا. اسم قناة ماكس اتش دي، وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة، واذا ما اشتركت راح تحس بمعاناة. يلا سلام.